الأمر الآخر، برأيي والله العالم هل هو صحيح أو خطأ ما أعرف، أن الجمعة أن صلاة الجمعة تنحرف شيئا فشيئا عن خطها الذي أسس لها. واحدة من الأمور أنه جاي تتحول إلى سياسية، فالجمعة خطت لهداية المجتمع، من أول أهدافها هي هداية المجتمع. والمجتمع شبيه حبيبي هسه؟ مهتدي؟ لا، مبتعد عن الله سبحانه وتعالى. هذه أول ذنوب المجتمع، ويتعلق بالعبيد أكثر مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. أول ما تصيبه مشكلة المن يتنخى؟ للسياسيين، للقيادات، يا مقتدى تعال طلعني. ذكر الله، ذكر رسول الله، دعا بصلاته بصومه بحجه، ولكنما اكو فشي مع الله. رأسا يأتي إلى الأسباب ويعوف ويترك مسبب الأسباب، وهذه كارثة. وإذا نسينا الله سوف أحسنت نسانا، ينسانا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي شنو؟ ينسلب التوفيق مننا. وإذا سلب التوفيق منا، اقرأ الفاتحة على أنفسنا. ابتعد المجتمع، احنا نطلب هداية المجتمع كأئمة الجمعة، والمجتمع ابتعد عن الله، والمجتمع ابتعد عن الحوزة العلمية. هم تشوف اكو مراجعين بالله بمكاتبكم وبهيئاتكم وبحوزاتكم وكذا، بعد ما كان مكتب السيد الشهيد يروج بالناس، طلعوا وطبوا مراجعين ولو للتبرك، مو لا يطلب مال او حاجة او فد شيء من هذا القبيل. مكاتبكم فارغة، صلوات الجمعة ايضا راح تكون، بالتالي ايضا شنو؟ قليلة وفارغة، والمأمومين قليلين، وشيء فشيئا الى ان تندثر الجمعة. فالمجتمع ابتعد عن الله وابتعد عن الحوزة وانغمس بالملذات. وسوف لن يذكر الحوزة ولا المكاتب ولا صلوات الجمعة ولا أي شيء ديني. ونرى أن هناك كثير من الأفكار المنحرفة في المجتمع. هم من برا واحد منكم في خطبة أو في كتاب أو في أي شيء للرد على هذه الشبهات وهذه الأفكار المنحرفة؟ يومية طالعت لنا فكرة جديدة، إلحادية وعلمانية وأصحاب قضية سطرها وحدة وراء اللخ. يجب أن تقفوا أمام هذه التيارات المنحرفة. أنتم منبر هداية، وإذا ما نهدى المجتمع قولوا إذن إحنا ما مهديين. يجب أن تهدوا أنفسكم قبل ذلك. فصلاة الجمعة يجب أن تكون مقدمة لهداية المجتمع، ثانيا لصلاح المجتمع. والمجتمع الآن في بحبوحة من الفساد، هم قول لا، مو فقط السياسيين، ترى وين ناس تلهث خلف الدنيا ومغرياتها، وين راتبي، وين مكان الحكومي، وين مدري كذا. ولا ما في مشي وتشوف لك واحد يجي يسألك عن دينك، عن هلالك، هاي أول الشهر أخير الشهر، ماكو أصلا، كلها انعدمت، كلها سؤال عن شنو؟ عن الدنيا وعن المناصب وعن الكراسي، وش قد حصلنا، وش قد الانتخابات، وش قد مدري شنو. بعضها مهمة لكنها ليست الأهم. الأهم هو أنه لا ننسى ذكر الله. إذا ما نسينا ذكره سوف يذكرنا، وإذا ذكرنا سوف نفلح، وإلا لن نفلح. والمجتمع غارق بالفساد الأخلاقي والمالي والسياسي، ودا أشوفه أنا حبيبي، حملة الإصلاح جاي تكشف هواية ناس، هواية ناس تتنكشف كلها ليش؟ لمغريات الدنيا، بس يحب المال، هذا ما عنده شيء، هو بس يحب المال، يبيع نفسه ويبيع دنياته وعائلته ومجتمعه وسمعته وعنوانه، كلها من أجل كم فلس، هاي كل شيء، لا أكثر ولا أقل.
وبعدين وين ما يحصل له غير متر بالقاع يندفن بيها وفي مان الله، ولا ياخذ فلوسه ولا ياخذ ماله ولا ياخذ عائلته ولا كل شيء.